حضرت لكم نصفيحة بحشوة العرايس، ولكن وصفة لذيذة غريبة جديدة سهلة وبعجينة 5 دقائق كمان، يعني أبسط من هيك ما في. لازم تشوفوا الرصة دي رح تطلع طيبة. عجينة الخمس دقائق أحلى وأفخم وأروع عجينة عملتها بحياتي، لأنه سهلة سريعة بسيطة وما بتخمروها غير 5 دقائق، بتعطيكم نتيجة طرية بتجنن. أول شي حطيت هون كيلو من الطحين، ورح أخذ عليهم نص كوباية من اللبن. طبعا اللبن رح يخليها كتير طرية، بدنا إشي يخليها كمان طري وهاش، هيك بنضمن هتضلها طرية لفترة كتير طويلة. رح أضيف عليهم معلقة من الخميرة، معلقة من البيكنج باودر، معلقة من السكر، وعنا ملح، واخيرا نص كوبايه من الزيت. ليش اعجنهم بمي دافيه؟ هيك عجينتي صارت جاهزه، راح اغلفها واتركها ترتاح 5 دقائق قبل ما احضر الحشوه. لحشوه العرايس عندي هنا كيلو من لحمه الخروف، معها هيك شويه دهن زياده. حطيت محضرة الطعام بصل وثوم وفليفله وفليفله حمراء، وعندنا فليفله خضراء. اطحنهم شوي قبل ما اضيف البندوره. هلا بدي اضيف 5 حبات بندورة، انا بحب اقشرهم ويكونوا حمر، افرمهم كلياتهم. هلا رح اضيف خلطة الخضار اللي عملتها كلياتها، بعدين رح اخذ عليها بهاراتي اللي هن الملح، بهاراتي مشكلة بابريكا فلفل اسود، ورح اخذ عليهم شوية دبس رمان بعطي نكهة لذيذة. بس اقلبهم كتير منيح مع بعض، وهيك حشوتي صارت جاهزة. فردت العجينة على شكل صفيحة بالضبط، بعدين أخذت الحشوة بلشت أفردها عليها. هدخلهم على الفرن على حرارة 200 لحتى ياخذوا هيك لون متكتك وحلو من تحت. على فكرة الصفيحة ما بتتحمر من فوق.